انا تجربتي مع ورم اللوفي، كان عندي ورم لوفي على الرحم حجمه كبير. نصحوني دكاترة كتير ان انا طالما عندي انيميا ان انا ممكن اشيل الرحم، بس لما عملت سيرش كتير على النت فلقيت ان انسب حاجة ليا ان انا اعمل قسطرة، ففضلت ان انا اعمل قسطرة علشان ما تعرضش النزيف واشيل الرحم. بس عملت سيرش كتير، ففي الاخر لقيت دكتور اسامة حتة ان هو بيعمل متوفر كده ان هو بيعمل عملية قسطرة، فعملت معاه عملية القسطرة والحمد لله. يعني انا حمل حصل بعد العملية على طول مباشرة بعد عملية الحقن. الحقن كان بسيط جدا جدا، ما حسيتش بألم الكلام بعد العملية، بس بعد كده الآثار الجانبية ملهاش أي آثار جانبية والحمد لله. وادعولي إن ربنا يكمل حمل على خير إن شاء الله. وشكرا لدكتور أسامة كتير كتير كتير.